القرمزي للإنتاج الفني وقناة العقيلة الفضائية تقدم بها تبتليها جور ولا يا عسى عين العمى لا شوف دمعة فاطمة يا عسى عين العمى لا شوف دمعة فاطمة أعمامتك وين يا أبو حسين يا صبور ما يحمل الاثنين يا علي حق السماء يا علي حق السماء وين راحت فاطمة هالوقت لو مو وقت موت البارحة كانت ون لازم شف المتن البارحة كانت ون لازم شف المتن ويا كل نسمع الصوت ويا كل يا زهرة نسمع حق السماء وين راحت فاطمة هالوقت لا لا مو وقت موت البارحة كانت تودي لازم شف هالمتن البارحة كانت تويل لازم شف هالمتن ويا كل نسمع الصوت ويا كل يا زهرة تحتضر بعدها يا علي طمنا عن جسدها طابت طبيعي لونه طاب الجروح في خدها لو تحتضر بعدها طمنا عن جسدها يا طبيعي لونه
طمنا عن ضليحة سواها الدفاع منا عن ضليحة سواها الدفاع نحتمي الوجاحة الوالد الحنونة طاب الجروح في خدها لو تحتضر بعدها طمنا عن جسدها سواها الدفاحة ما نحتمي وجاحة الوالد الحنونة تاخذها وين يا زمان تاخذها وين يا زمان ما عدنا غير أم الحزن تاخذها وين يا زمان ما عدنا غير أم الحسن الورد ملوق الكفن لا ولا البيت الورد ملوق الكفن لا ولا البيت مو هنا لو مات المنى عمره 18 سنة مات البنى عمره 18 سنة هذا الفجر لا تدفنه يا أبو حسين تاخذها وين يا زمان ما عدنا غير أم الحسن تاخذها وين يا زمان وعدنا غير أم الحسن للورد ميلوك الكفن لا 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 ولا البيت مهنا لو مات المنى عمره 18 سنة مهنا لو مات المنى عشر سنة عدى الفجر لا تدفن يا أبو حسين يا أبو حسين طاب الجروح في خدها لو تحتضر بعدها طمنا عن جسدها ترى طبيعي لونه طمنا عن ضليحة شو سواها الدفاحة ما نحتمي الوجاحة الوالد الحنون ما نحتمي الوجاحة الوالد الحنون بعدها طمنا عن جسدها طبيعي لون طمنا عن ضليحة شو سوى هالدفاحة نحتمي الوجحة الوالد الحنونة الوالد الحنونة يا زمان ما عدنا غير أم الحسن
الحسن تاخذها وين يا زمان ما عدنا غير ام الحسن للوردة ما يلقي الكفل ولا البيت مو هنا لو مات المرد عمره 18 سنة هذا الفجر لا تدفن أبو حسين هذا الفجر لا تدفن يا أبو حسين سورة الكوثر عجب كم عدو دفاحا يا علي شنو السبب ينكسر ضيحا سورة الكوثر عجاب كم عدو دفاحا يا علي شنو السبب ينكسر ضيحا بين يدينك شي اللي شايل هذا مصحف لون عشب كل شي بيدي يا يسايل فاطمة وين بين يدينك شي اللي شايل هذا مصحف لون عشب كل شي بالدنيا يساعد فاطمة وين حنا عاش لما انت رفعة زينب تموت بوجه والحسن يغرق في دمه يحضن حسين بيتك يتم يا ضلع منها انكسر لا ولا خد انسطع لا ضلع منها انكسر لا ولا خد انسطع يتم لا ضلع منها انكسر لا ولا خد انسطر يا علي ريت الخبر حلم 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 كوثر عجاك شم عدو دفاحا يا علي شنو السبب ينكسر ضلعها بين يدينك شل شايل هذا مصحف لون عشب كل شي بالدنيا يساير فاطمة وين
بوجل والحسن يغرق في دمعه يحضني الحسين الحسن يغرق في دمعه يحضني فاطمة ماتت علي هادي حبنا الأول يعني بنتك يمدلي هذا مصحف لون عش كل شي بالدنيا يساوي فاطمة وين هما عاش لما انت رضا زينب تموت بوجه والحسن يغرق في دمه يحضني حسين والحسن يغرق في دمه يحضني حسين فاطمة ماتت علي هذي حبنا الأول يعني بيتك يمتلك لا ولا خط صف يا علي ريت الخبر حلم حلم لو نفترض يا لها الله
بدونك صار كلام ولا تمنى رد البيت يا هوى النار سهر الدار بدونك صار كلام ولا خاطر ولا تمنى رد البيت بدونك يا هوى النار بأمان الله يا وطيفك عيني مسافر ظلام ويكسر الخاطر وطيفك عيني مسافر يا زهرة شلو عضل بلكم يا زهرة شلو عضل بلكم وطيفك عيني مسافر وطيفك عيني أتمنى أرد البيت بدونك يا هوى الخاطر بدونك يا هوى الناظر.